محمد الملاحي رئيس لجنه التكوين بجهه طنجه تطوان الحشيمه، واليوم الحضور ديالي هنايا ونيابه عن السيد الرئيس في هذه الجامعه الصيفيه اللي اعطى واحد المجموعه ديال الطلبه من مختلف القارات الخمس. اليوم حنا جد سعداء لان باش يكون الحضور ديالنا هنا ونعطيو يعني واحد الدعم مباشر لهذه العمليه هذه بالشراكه مع الوزاره المختلفه ديال المهاجرين وكذلك مع الجامعه ديال عبد الملك السعدي والجهه ديال طنجه تطوان الحشيمه اللي في الحقيقه يعني من اول وهذا منذ يعني الدستور ديال 2011 ونحن نبذل قصارى ما في وسعنا على انه باش يكون يعني هناك واحد التكريس يعني واحد العمل مشترك مع يعني جميع الفرقاء في هذا الجانب هذا. اليوم الجهه ديال طنجه تطوان الحشيمه يعني عندها واحد الدعم مباشر من هذه الجامعه كون على انه يعني ساهمت ب 62 مليون درهم لتحسين البنيه التحتيه ديال هذه الجامعه وكذلك يعني كانت على المستوى ديال منح الطلبه يعني ما يناهز واحد 5 مليون ديال الدرهم وهذا كله كيعطي واحد الرغبه اكيده على انه كاين واحد المنظور اخر جديد بناء على الخطب الملكيه الساميه ديال جلاله الملك اللي في الحقيقه كيعطي واحد الصيغه يعني مثاليه في الاخلاق والسلوك يعني والمنهجيه ديال العمل فيما يخص هذا الاطار اليوم الجامعي. واليوم كنشتغلوا بواحد الاطار اخر ماشي اطار كلاسيكي بل نشتغلوا باطار يعني علمي اكثر باش يمكن ابنائنا باش يمكن يولجوا هذه الجامعات في واحد احسن حله ويمكن يكون عندهم واحد الاطار ديال التكوين مع مختلف الشرائح. وكنعرفوا على انه الجامعات اليوم يعني على مستوى بقاع المعمور كعندها يعني واحد منظور اخر، منظور شمولي، منظور علمي، منظور اللي كيمكن نستافدوا منه ويمكن نعطي واحد القيمه مضافه لبلادنا اللي هي في الحقيقه حاجه ماسه على بلادنا. اليوم هذه الشراكه اللي كتجمع الطلاب من مختلف القارات على انه هو برهان ساطع على انه بلادنا كتلمس وكتمشى في واحد الاطار واحد الحله جديده اللي كيمكن نبنيو عليها المستقبل ديال بلادنا ويكون واحد اشاره قويه من العمل المشترك مع جميع الفرقاء وما يكونش يعني واحد الاطار ديال الانكماش يعني واحد الاطار اللي هو يعني يسيء للعلاقه اللي كتجمع الشباب العالمي. ولهذا فاليوم الشباب المغربي والشباب اللي هو يعني كينتمي للجامعات هو على انه عنده كيبلور واحد العمل مشترك بما يخص هذه العمليه هذه اللي هي في الحقيقه عندها واحد الدور مهم فيما يخص التنميه الشموليه ديال بلادنا على مختلف الوجهات. داني امينه عايشه في الجزائر ومش هذه ماشي لا بروميير فوا اللي نجي فيها لبلادي المغرب. كنت نجي ديجا ملي كنت صغيره مي الحمد لله هذه الفرصه عطاتني باش نتعرف على 14 جنسيه من المغاربه العايشين في انحاء العالم. وكنشكر بزاف الوزاره وهذه العطله الصيفيه حيت تعلمنا بزاف صوالح، تعلمنا المحبه ما بين المغاربه اللي عايشين كاع على برا والحمد لله وشكرا. اسمي حمزه الحبيبي من ايطاليا. انا اول مره شاركت هاد السمر يونيفرسيتي. انا فرحان بزاف مشارك معاهم ومع موالين الاداره المغربيه. هاد السمر يونيفرسيتي تعطينا بزاف ديال اوبورتونيتي باش نتعرفوا على لا كولتور ديال بلادنا باش حنا مغاربه واخا حنا في الخارج وتتعطينا لا بوسيبيليتي ان نتعرفوا مع بعضياتنا خوتنا مغاربه في الخارج في بلدان اخرين ومع خوتنا مغاربه اللي تقراو هنا في لونيفرسيتي في تطوان وفي المغرب كامل. ملاح سكينه جي 23 ans étudiante في فاك الجي اون الجي جي ماستر 1 اون دووا ايموبيليي سكون في الجزائر. جينا للمغرب باش تعرفوا على مدن ما كنتش نعرفهم قبل ونتعلموا العادات والتقاليد ونتبادلوا الثقافات ونتعرفوا على اشخاص يكونوا مختلف في البلدان ولكن تجمع على البلد الام هي المغرب. انا من ايطاليا كبرى ونزلت في الطاليان. اسمي ناديه وعمري 22 دابا كنقرا في هولندا وماستر في انترناشونال بيزنس مانجمنت. تعرفت على هذا البروغرام يونيفرسيتي دتي مع ولد عمي دايرو في ليديسيون دافريل وقال لي يعني هذه اكسبيريونس زوينه ولازم ديريها ويعني دابا انا هنا وعجبني نتمنى نتعرف على بزاف المغاربه عايشين تما برا
ويعني ليدي عجبتني حيت يعني داروا حاجه مزيانه باش يقربونا لبلادنا والاصلنا ونتعرفوا نعرفوا مزيان تقاليد وليدينا وبلادنا.